صديقاتي وأصدقائي، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقاتنا ومن لقاءاتنا المتعددة والمتنوعة في نحن هنا. النهاردة هنتكلم عن حملة إعلانية تقوم بها الجزيرة الوثائقية لأول مرة في تاريخها، وهذه الحملة هتغطي تقريبا كل الوطن العربي منطلقين في حوالي 7 دول رئيسية، ولكنها ستغطي الوطن العربي بكثير من ما يسمى بالماركتينج تولز. يعني ممكن تلاقونا في بعض البلاد على الويب سايتس، ممكن تلاقونا في بعض البلاد الأخرى في المطبوعات أو في الجرائد المطبوعة والمجلات المطبوعة، ممكن تلاقونا في بعض البلاد الأخرى على البيلبوردز أو اللي هو إعلانات الطرق، وحتى الإعلانات المتحركة زي بعض الأوتوبيسات وأوتوبيسات النقل العام. الحقيقة كان انطلاق هذه الحملة وتدشينها كان بقرار من إدارة التسويق بالشبكة وأيضا بالتعاون مع الجزيرة الوثائقية إن إحنا نطلق هذه الحملة كما سمعتم من المغرب. ليه المغرب؟ قد يتساءل بعض الناس أو بعض الجمهور من حضراتكم أو بعض الأصدقاء والصديقات، لماذا المغرب؟ المغرب هي انعكاس طبيعي جدا لما يسمى بالتعددية الثقافية. المغرب فيها ثقافات متعددة، فيها عصور مختلفة مرت عليها، وفيها أزمنة أيضا مختلفة مرت عليها، وهذا انعكاس للتيمة بتاعت الحملة، وهي عصور مختلفة، عوالم مختلفة، وقناة واحدة وهي قناة الجزيرة الوثائقية. أيضا المغرب فيها نوع من أنواع هذا التشبث بالهوية أو بالعادات والتقاليد والهوية الثقافية العربية الأصيلة، وبالتالي كان اختيارنا للمغرب من هذا المنطلق. وأيضا السبب الثالث وهو أن المغرب من أكثر الدول التي لها علاقة ولاء مع الجزيرة الوثائقية من حيث عدد المشاهدين. الحقيقة كل هذه العوامل كانت تضافرت نحن نختار المغرب. قمنا بعمل مؤتمر صحفي مهم جدا للصحافة والإعلام في المغرب، حضروا ما يقرب من 35 صحفي من مختلف المجلات والمواقع الإلكترونية. أيضا كان هناك حفل عشاء رسمي، حضروا السيد معالي وزير الإعلام أو وزير الاتصال المغربي ونطق باسم الحكومة المغربية، وبالتالي تحدث أيضا عن دور الجزيرة الوثائقية في إنعاش صناعة الأفلام الوثائقية في المغرب، وفي أيضا التعاطي مع تقديم المغرب بشكل جيد لمن هم خارج المغرب. أشرت في كلمتي إلى أننا نتعامل مع ما يزيد على 30 شركة ومنتج مستقل من المغرب، نحرص على أن تكون الموضوعات من كل دولة، ليس في المغرب فقط، من كل دولة نحرص على أن تكون الموضوعات يتم إخراجها وإنتاجها من منتجين من أهل البلد نفسهم، كما هو الحال في مصر، في السعودية، في المغرب، في كل في السودان، في كل بلاد الوطن العربي. الأمر الأخير أننا نقوم بإنتاج عدد ضخم من الساعات، كان المغرب لها نصيب في حوالي 120 ساعة من المغرب وعن المغرب. كل هذه العوامل كانت في هذه إطلاق هذه الحملة، اللي أتمنى إن شاء الله أن حضراتكم تتفاعلوا معها، لأن في على الصفحة صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة الجزيرة الوثائقية في بعض المسابقات حوالين هذه الحملة. أرجو أنكم إن شاء الله تتعاملوا وتتفاعلوا معها، وإن شاء الله يكون لكل واحد حظ ونصيب من الجوائز، والجائزة الأكبر هي أنكم معنا على صفحة الجزيرة الوثائقية، أنكم معنا من مشاهدي الجزيرة الوثائقية، أنكم معنا أصدقاء وصديقات الجزيرة الوثائقية. شكرا لكم، وألتقي بكم مرة تانية في نحن هنا.